السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل الملاح. تاع اليوم كما شفتوا ريجيم جديد ايبر بروتيني، معناتها فيه بروتين مشبع، مي ينقص 6 كيلو في 3 ايام، خاصه الاوزان الكبيره كما 100 80 90 70 الى اخره. دونك هذو الاوزان اللي زايدين بزاف في الوزن ولا اللي عندهم وزن زائد بزاف، هذو راح ينقصوا، يدوا نتيجه رائعه جدا، خاصه اذا كانوا كيفاش نقولوا احنا ما كنوش دايرين ريجيم، ولا داروا ريجيم وفاتوا على فترة تثبيت اللي هي 1200 سعرة مدة أسبوع، على الأقل مدة أسبوع 1200 سعرة باش تقدروا ديروا ريجيم. بالنسبة للفطور الصباح كما راكم تشوفوا، أنا يا طونك ندير صيام متقطع، بديت الغداء على الساعة 11 صباحا. نورمالمون اون جينيرال لازم تاكلوا زوج حبات طوماطيش وزوج حبات بيض، تحبوا تغبلوهم، تحبوا تقلوهم، تحبوا ديروا طوماطيش بالملح، تحبوا كيما تحبوا نتوما، ليسونسييل تحترموا الكميه. انا كيما شفتوا قليتهم في ملعقه زيت الزيتون. مع الفطور الصباح كاين شاي او قهوة بدون سكر، تقدروا ديروا لتيزان، الحليب ممنوع، فقط بدون اضافات قهوة او شاي بدون سكر. داكوغ، هذا بالنسبة لفطور الصباح. نروحوا للغداء. الغداء كاين فيلي دو بواسون بلون ولا فيلي السمك الابيض، انا هذا شيتو من هذاك الكونجلي، دي كونجليتو ودرتو مع نصف ملعقه صغيره زبده، حمرتو في مقله ومعها اثنين بياض بيض، معناتها الحبه تاع البيض نحو لها لو جون وتقلوها في المقله عادي. بالنسبة للسمك تقدروا تبدلوه بالطونة طماطم أو دجاج أو إسكالوب دو دند. نروحوا للسناك تاع الحشية. بالنسبه للسناك، الناس اللي يحبوا ياكلوا الحشيه يقدروا ياكلوا حبه تفاح ومعها شاي او قهوه بدون سكر، اللي ما حبتش معليش تقدر ما تاكلش. بالنسبه للماء، الماء ضروري جدا في هذا الرجيم، على الاقل 2 لتر. العشاء كاين خضر على البخار، تحبوا ديروا بسباس، تحبوا ديروا سلطيات، تحبوا ديروا لوبيا مشطو كيما درت انايا، تحبوا ديروا بوتي بوا ولا الجلبانه، تفوروهم وتديروهم سوتي ولا تاكلوهم هكاك اون سالاد، تحبوا تخلطوهم كامل ديروهم اون سالاد تاكلوهم. ليسونسييل ممنوع البطاطا والخضر اللي فيها اكبر نوع مش نشويات. اليوم الثاني من ريجيم 6 كيلو في 3 ايام. طبعا انا كما قلت لكم جربته البارح، ما درتش معاه رياضه، ما بوجيش بزاف، حاولت نكون وحده اللي ما دير والو في الدار وميم طون ما تتعب، ما دير رياضه ما والوش، حال تنقص. انا نقصت رطل، بالنسبه لي انا وزني مشي زايد، ما تحركتش، ما درت سبور، نقصت رطل بدون اي شيء. الوغ ايماجينو وحده عندها وزن زائد من 80 وطلع، ولا دارت سبور ولا تبوجي بزاف في الدار، دونك راح تدي نتيجه رائعه. حتى ولا نقصت كيلو فايده كبيره، الناس كيلو راه يضرب عليها شهر كامل باش تنقصها. دونك
هذه يا اخواتاتي بالنسبة لفطور الصباح، كما كم تشوفوا عبارة عن 2 حبات بيض وحبة موز وشاي او قهوة بدون سكر، بدون اضافات، بدون حليب. الى حبيتوا ديروا الحليب تنحوا البيض، اوكي البيض يتنحى الى حبيتوا ديروا الحليب. بالنسبة للناس اللي قال لك انا نحب نحلي بالستيفيا ولا بالمحليات الطبيعية ولا بالمحليات الصناعية بلا ساكارين ايتو، دونك يقدروا يحلوا بهم عادي. ليسونسييل تكون زيرو كالوري. انا استعملت هذا لو تي اللي شفتوه، تقدروا تستعملوا ليبتون، تقدروا تستعملوا الشاي العادي، وتقدروا فانيك تستعملوا نكهات اخرى، اي نكهه تحبوها، ليسونسييل سون سكر. بالنسبه للماء، الماء شرب الماء ضروري جدا للجسم وللريجيم باش يعمل بطريقه صحيحه، على الاقل 2 لتر في اليوم. نروحوا للغداء. بالنسبه للغداء كاين 2 حبات بيض وصدر دجاج، تحبوا تفوروه، تحبوا تغلوه، تحبوا تقطعوه وتقلوه في المقله، تحبوا. انا درته بولي روتي في الفوغ، ونحيت روحي مورسو ان بلون بولي. تقدروا تبدلوه بسكالوب، تقدروا تبدلوه بالطون. ليسونسييل 120 غرام، 120 غرام من ابيض الدجاج المنزوع الجلد، اكرر المنزوع الجلد، لانه كميه كبيره وهائله من الدهون في جلد الدجاج. كما قلت لكم تعوضوه باي، حتى ولو عوضتوه بالبيض عادي، تعوضوه ب2 بياض بيض وحبه بيض كامله بلوس البياض اللي رانا ذاكرينه في المنيو، داكوغ. بالنسبه للعشاء كاين قطعه خبز كامل، 120 غرام فروماج بلون ولا فرماج طاري، هذا مولي ولا اي نوع فرماج يفي بالغرض. كامل نقدر نشوف فرماج عادي، ماشي مشكل. لو بان كومبلي، الخبز الكامل عندك كولي، ما عندكش استغناي عليه نهائيا، الخبز الابيض ممنوع. بالنسبه فانيك كاين كاس حليب، حليب قليل الدسم ولا خالي الدسم. انا استعملت هذه كونديا سيلوات، راه متواجد في الاسواق الجزائريه عادي، تقدروا تشروه، ماشي غالي بزاف. تشرو وحدة وتشد لكم، الى حبيتو تعاودو ريجيم تعاودوها به. دونك 120 غرام تاع الجبن، قطعة خبز كامل حوالي 30 غرام، وكأس حليب حوالي 300 مليلتر حليب خالي الدسم. هذا كان بالنسبة للعشاء، وهذا كان بالنسبة لليوم الثاني من ريجيم 6 كيلو في 3 ايام. اليوم الثالث من ريجيم 6 كيلو في 3 ايام. بون البارح انايا شربت الحليب، وانا من الناس اللي كيشربوا الحليب يمرضوا، ومقبل كنت نشربو عادي، مي كي حبستو وليت نشربو. نهار اللي نشربو نحس باللي ما يجيش على الجهاز الهضمي تاعي نهائيا، دونك ضريت البارح منه. مي اليوم درت نعناع وفيه شويه اتاي، دونك نشرب نعناع ولا اتاي. من بعد فيغ 11 11 ولا نوجد فطور الصباح تاعي، ونوري لكم ان شاء الله راني رايحه نشرب ناكل في فطور الصباح. بالنسبه للمكملات، كاين بزاف اللي سقساو على المكملات، نشربو ما نشربوش. من الاحسن تشربوا مكملات، راح يعوضوا النقص، كي تنقصوا الاكل تنقص الفيتامينات، وبالتالي هما يعوضوكم النقص تاع الفيتامينات، وبالتالي ما يكونش عندكم اعراض جانبيه كما الفشل، التعب. كاين في بعض الاحيان كيكون ريجيم قاسي جدا، مثلا ما تاكليش بزاف، تاكلي كاين بزاف اللي تحسب ريجيم، ما تاكليش كامل، دونك يبدا شعرها يطيح ولابو تاعها باهته وكامل. دونك انا جو بريفير المكملات. بالنسبة للماء، تشربوا الماء بكمية كبيرة، على الأقل 2 لتر في اليوم. 3 لتر راح يكون أحسن شيء،
شعركم لابو تاعكم كل شيء في جسمكم يتمشى بالماء، وراح يسرع عملية الأيض لا عملية الحرق. داكوغ، دونك نتلاقى في الفطور إن شاء الله. وجبة فطور الصباح عبارة عن بيضتين. تقدروا تستعملوا كما قلت لكم المكملات الغذائية. واش لاحظت في هذا الريجيم؟ انه كشغل يدير كل مجموعه غذائيه في وجبه منفصله، كما البروتين نديروه في وجبه منفصله، الخضر في وجبه منفصله، دونك الحليب ومشتقاته في وجبه منفصله. هذا واش لاحظت في هذا الريجيم. ولاحظت فان باللي الاوزان الصغيره، الاوزان اللي الناس اللي ماهيش زايده بزاف، اللي عندها توزن 65 66 حتى 70 تقدر تخسر حتى 3 كيلو ورطل. اما الاوزان الكبيره اللي هي من 70 وطلع تخسر حتى 6 كيلو في 3 ايام. بالنسبة لوجبة الغداء، وجبة الغداء كاين ستاك تاع بقري، تقدروا تبدلوه بستاك ولا اسكالوب دو بولي ولا اسكالوب دو داند ولا البيض ولا اي نوع بروتين، سمك، تونة. ليسونسيال 120 غرام من لحم البقر، زائد بياض بيضتين. انا درك هذو غليتهم، دوك نفصلهم على الصفار، ندير الصفار دو كوتي ونستهلك فقط البياض، معناتها 2 بياض بيض و 120 غرام لحم البقر بالنسبه للغداء تاع اليوم الثالث من ريجيم 6 كيلو في 3 ايام. هذه هي بالنسبه لوجبه الغداء. نروحوا لوجبه العشاء باذن الله، وراح نقول لكم واش كاين في وجبه العشاء.